عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بصحة جيدة؟ كيف الحال والأحوال؟ شوفوا البنات، حنا في ألمان والشتا وهي ناري، انتوا كما كتشوفوا الشتا وتخد من السما، هتقولوا ما كاين صيف ما كاين، غير مرة العافية مرة الشتا. هي واش غنقول لكم؟ الشكوى سيدي ربي. المهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا، أنا غادا المكتبة دابا، على الله القلب بنتي خاصينها واحد الكتوبة، وخاصني نمشي نشوفهم ليها، على الله نلقاهم. والسونتر كوميرسيال خاوي مسكين، كي زغرت وكيسفر. ايوا هانتوما معايا البنات، تندخل المكتبة ان شاء الله باش نشوف، الله نلقاهم يا ربي، الله نلقاهم. ما فيا لي بقى يدور من بلاصة لبلاصة البنات، والله العظيم الدخول المدرسي هذا الصراحة بنادم غتشد، يشدوا وليداتك العطلة تمشي تما تشري لهم، تشري لهم الكتوبة وداك الشيء باش ما كيكونش عليهم الضغط. يلا هانتوما معايا البنات. No peace of mind. Though I could be better than I've ever been. Got friends, a family, and a place to stay. Though I should be better than ever when. I see my loved ones every day. I know for every laugh we share today, there'll be a teardrop later on. I know the more I have, the more I have to lose, the less I feel I've won. I've been. البنات راني ما لقيتش، صيفطتني لواحد الجهة أخرى، تنمشي نشوفها، شريت غير المسطرة كيف ما كتشوفوا بنتي، وما لقيتش سميتو داك الشيء، صيفطتني لواحد البلاصة. هاد البلاصة خاصني نقلب عليها، كاينة غير هنايا، الله غير لقاهم البنات. مشكلة إلا ما لقيتهمش نهار الاثنين خاص يكونوا عندها، راكم عارفين فاش كيطلعوا الإعدادي كيكون شوية الزيار، بقاو عليهم. إلا ما جبتوش غنديرو لكم، إلا ما جبتوش غنديرو، ولكن إلا ما كانش راه ما عندي ما ندير، غندوموندي ليها ويكون خير إن شاء الله. المهم هانتوما معايا البنات. Shadows play a trick on my eyes. Creatures in my bedroom at night. Lately I have not been sleeping fine. احنا كنقلبوا هنايا، تبارك الله مكتبه كبيره فيها 4 طبقات. ضغط البنات بالجرام هاد الكتوبه، حمقوني العام الجاي غتشد بنتي العطله مشي نشريهم على هاد القايس هادو، والله العظيم البنات Shadows play a trick on my eyes. Creatures in my. دابا ضحكت البنات، والله الا تفقست ملي كنقول حي ما نلقاهمش، بعدا بنتي تجذب عليا من البارح وهي كتقول لي يا ماما خذيهم ليا، كنقول لها حتى الغدا حيت عييت البنات، ما بقيتش كنعس راسي ضاخ، ما بقاش عندي حتى الخاطر، والله مع جوج بنات صغار ما كنعش. المهم البنات كيف ما كتشوفوها انا صافي انتهت المهمه، باقي خاصنا غير شي لعيبات اخرين اختي حتى الغدا البنات. المهم غنمشي نخلصهم دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم. ها انتم معايا البنات. المهم البنات انا خرجت دابا واخيرا اشتريت الكتب لابنتي العزيزه. المهم زوجي الكريم ما عرفش فين كيسايني، المهم انا قلت لهم يسينوني غير هنا حيت مشيت لواحد البلاصه ودخلت في بلاصه اخرى. المهم البنات الدعوه راه سخونه، واخا يبان لكم اشتراها حساس، كنساين زماني يجي عليا، انا واقفه هنايا ديكاطلون شي نهار نجي ندير لكم واحد الدويره فيه ان شاء الله. خصكم تشجعونا العيالات، شجعونا شويه باش ان شاء الله ندير لكم دويره فين ما بغيتو. ديكاطلون غزاله وكاينه وقيله حتى في المغرب، جاب لي الله كاينه في المغرب، والله ما عرفت البنات. والعافيه البنات، الشتا والعافيه، عمركم شتو الجو هنايا مريض يا البنات، been got friends a family and a place to stay though I should be better than ever when I see my loved ones every day I know for every laugh we share today there'll be women as a bnti fi hamal Allah ma tbanch maya women ghadi ntqdaw al bnat غادي نقداو واحد شويه. ايوا نفسو شويه البنات، وانتم معايا الغزالات ديالي.
my bedroom at night. Lately I have not been sleeping fine. I can't get no peace of mind. Shadows play a trick on my eyes. Creatures in المهم البنات حنا كنتغداو انتوما ضاربه معكم ضاربين معايا دويره كيف ما كتشوفوا البنات كيف ما كتشوفوا معايا جبتكم لهاد اللعيبات هادو. المهم هاد الماركه ديال كوفلاند هادي زوينه غزاله البنات اللي بغات تجرب هادي 23 اورو و 30. البنات انا كيعجبني هنا نتقدا حيت هاد السوبر كبير ديال بحال مرجان كبير فيه كلشي يعني اي حاجه بغيتوها كتلقاوها فيها. المهم البنات وكنجي كناخذ من هنا كلشي وكنرتاح كناخذ ديك القضيه ديال 15 يوم وكنرتاح مع مخي من ناحيه بحال العصير بحال المناضه بحال داك التخربيق يعني كنستعملوه بزاف كناخذو من هنا وكنتهنى وكنرتاح مع مخي بحال داكشي ديال دابا راه المدرسه راه خصني العصير بزايد خاصني داكشي داك التخربيق ديال بيمواد ديال مادلينات وداكشي خاصني بزايد خاصني ضروري ناخذ من هنا بالزياده باش ما تكرفش. راكم عارفين داخل دابا الشتاء والبرد هنا البرد مجهد. Shadows play a trick on my eyes. Creatures in my bedroom at night. Lately I have not been sleeping fine. I can't get no peace of mind. Though I could be better than I've ever been. Got friends, a family and a place to stay. Should be better than ever when I see my loved ones every day. I know for every laugh we share today, there'll be a teardrop later on. I know the more I have, the more I have to lose, the less I feel I've won. جيت محلوكه مهدوده دابا عاد جينا من برا هنا دخلت يلا دخلت للدار وعرفت البنات واحد الزمت قبيله كانت الشتاء ودابا عاوتاني الزمت عرفتي الريح ما كيدخلش والله العظيم الا الريح ما كيدخلش. المهم البنات كيف ما كتشوفوا هذه هي اللي كنت وريتكم انا دابا محدني انا حداها هذه هي اللي كنت وريتكم مع انا عندي الشرجم ومع كاين الربيع. راكم عارفين هنا في المانيا الطبيعه بزاف كيدخل داك الدبان داك الناموس الصغير داك سميتو. شوفوا شتي كي كيتشد البنات اللي في المانيا راه كاين في الدي ام غوثمان كاين شتي معلم الزينات وهذا عاد غنطويه غنرميه اللوحو. مهم البنات كيف ما كتشوفوا معايا يلا جينا مهلوكين والله العظيم الصهد عرفتي فزقنا يلا دوشت الصباح وعاوتاني غنسالي وغنمشي نكب عليا عاوتاني الماء. ايوا المهم ما علينا يا العيالات. المهم كيف ما كتشوفوا بغيت نوريكم واحد البرودوي اللي يعني كنصبر به انايا كنصبن به حويجاتي لان داك التيد في الصراحه بنادم يعني الناس اللي كيصبنوا بالتيد في المصبانه من الاحسن تاخذوا ليكيد احسن من التيد لان التيد شي مرات الا مشيتي تكثرتي ولا ما كنتيش فراسك جيتي وخويتي داك التيد كيتكبد لك في الحوايج. يعني ليكيد زوين من ناحيه كتبقى الريحه ومن ناحيه اخرى ليكيد زوين ما كيبقى لكش هذيك الغبره معجنه لك في هذيك وخصك ديما تحكي ديك البلاصه اللي كتكبي فيها التيد وداك الشيء. المهم البنات انا هذا هو اللي كندير كناخذو من كوفلاند هذا سميتو دالي كولور. ها هو البنات هذا راه زوين وفيه حتى الريحه يعني ملي كيسالي لكم
داك المعطر يعني حتى هذا فيه الريحه والله العظيم. انا دابا كان عندي الزرق وسال لي الزرق ودابا جبت الموف باش يعني ما كت باش ما كتطلع لكش الريحه في الراس. المهم هذا هو البنات اللي داير وقيله 5.99 أورو ولا 6.99 أورو وكيدي ليا البنات كيدي ليا هذا. ما المهم فيه 50 غسله هنايا 50 مرة كديري في هاد الغطايه هادي كتعمريها وكتكبيها. المهم البنات هادي هي الحاجه المهمه البنات جدا باش ندير معاكم واحد سميتها كواخاضه دايره هي بحال فلان قليل اللي غيعرفها غيعرفوها صحابين الشمال صحابين الناظور غيعرفوها صحابين اسبانيا. هاد كواخاضه كاينه غير اسبانيا. انايا كانت صاحبتي مشات لاسبانيا وطلبتها على كواخاضه اللي كتجي غزاله وبالاخص الا كانت عندك شي عراضه ولا كانت عندك شي حاجه هي هذه الباكيه كتكون فيها 4 ديال الوحدات. مهم البنات كيكون فيها يطرو نص يطرو ديال الحليب عفوا ها هو عندي هنا في الكاسرونه كتكون فيها نص يطرو ديال الكريم فريش نص يطرو ديال الكريم فريش نص يطرو ديال الحليب. كيكونوا فيها 3 المعالق كبار ديال السكر واللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف يدير غير 2 معالق كبار ديال السكر مع هاد 2 ديال الصوبري ديال الكواخاضه. وكيف ما كتعقلوا البنات هادو هما اللي كنت شريت وريتكم انا غنصايبهم في 4 وغي زعما غادي شي طلب خير وغادي نصايبو في شي لعيبه هكا. مهمه البنات وقبل ما كديروا اللي ما عندهاش هذا سميتو البنات نسيتو السكر كتحرقيه الا ما عندكش ولا عندك الكراميل راه كديري الكراميل من تحت كراميل ديال السكر من التحت ومن بعد كطبخي الكريم فريش مع الحليب مع الكواخاضه والسكر هادشي كديريه بحال فلان. هادو غتخويهم مع الحليب والكريم فريش والسكر وغادي نوريكم كيف كتكون النهايه ديال هذا ملي كتسالي كتكبيهم هنايا يعني غنوريكم داكشي ساهل ماهل بحال فلون طريقه فلون غير هو مزيود عليه كريم فريش. المهم البنات غادي نبداو على بركتي. ها نتوما كيف ما كتشوفوا البنات انا درت الكراميل دابا هو راه باط هنا لتحت. المهم الغزالات دياولي بسم الله انا غادي نبدا نكب البنات بسم الله سخون. المهم بحال الشكل ديال الفلان تماما ملي كيبغي يفيض صافي كطفيو عليها البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا وكتخليوه يبرد. هو في الصراحه كيقول لك خليه بحال الا درتيه في الليل تخليه حتى الصباح ولكن انا كنشدو دابا غنشدو غنحشيه في فريكو باش يبرد ليا بالزربه. المهم البنات كيف ما كتشوفوا هذه هي الطريقه نص يطرو ديال الحليب نص يطرو ديال الكريم فريش 3 المعالق كبار السكر اللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف 2 معالق ديال السكر وكواخاضه كتهزو 2 ديال الصوبريس 2 ديال الوحدات وكتخلطوهم بحال فلان تماما وكتحشيهم في الثلاجه ومن بعد نوريكم الشكل النهائي. الغزالات ديالي هذا هو سميتو انا غادي نوريه لكم دابا اللي رائع جدا والديكوراسيون كديكوريو باش ما بغيتو اللي عندكم كاوكاو لوس ايفيلي مع الكراميل من الفوق البنات. المهم ها هو وجد انا غادي نوريه لكم جبت لكم غير 2 كويسات باش نوريكم وغادي ندوق لكم وتشوفوا في الهزه ديال المعلقه كي كيجي كيجي غزال رائع جدا راه الا جربتوها البنات ما غاديش تبقاو تستغناو عليها غتبقاو كاع ناسين داك فلان. المهم انا غادي نوريكم دابا. المهم البنات ها نتوما كيف ما كتشوفوا هذا هو هذه هي كواخاضه ديالنا مع هاد الكويسات جاو غزالين البنات اللي كنت شريت شفتو. المهم انا غادي نوريكم دابا بسم الله ها نتوما في الهزه كي كيجي رائع جدا البنات بنين ها نتوما والله البنات الى ها طب 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 طب. المهم الغزالات ديالي ها الكواخاضه ديالنا كيف ما كتشوفوا رائعه جدا البنات بالنسبه للناس الشمال الناس الناضو والناس ديال اسبانيا ديروها كي اللي ما كيعرفهاش كي اللي ما كيعرفش الطريقه ديالها كي اللي كيشوفها كيحطها كي اللي ما كتستقليش. المهم زوينه قلت نديرها ونشاركها مع خواتاتي. المهم البنات انا نخليكم غنمشي نتعشى مع زماني وبنياتي حتى ان شاء الله الفيديو جديد وما تنساوش تدعموني بلي لايك ولي زابوني وتبارطاجيو مع احبابكم اي حاجه بغيتوها كتبوها ليا في لي كومونتير على الراس والعين ونخليكم ليله سعيده ان شاء الله. يلا باي باي عليكم بيزو كبيرة مني ليكم.